البيت السعيد مع الأستاذ حسن شاهين والدكتورة زهرة المعبي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. البيت السعيد، ما أجمل هذا البيت، ما أروع هذا البيت، ما أحلى هذا البيت بقلوبكم، بأرواحكم، بجمالكم. نحن في الحلقة رقم 18 ومع الدكتورة الملهمة لكل الأزواج والزوجات زهرة سعد المعبي. دكتورة زهرة، اتكلمنا عن الحموات مرة كثير، أنا خايف أنه الأزواج والزوجات يزعلوا، لكن أنا يعني إذا بعد إذنك في نقطة مرة مهمة نسينا نضيفها في الحلقات الماضية، وهي التوافق والتقارب في المستويات والأفكار عند اختيار الزوجات. ونحن نقول إحنا ما زلنا الآن في بداية الحياة الزوجية، في النواحي الاجتماعية، في النواحي الفكرية، في النواحي الثقافية، في النواحي المالية، في النواحي البيتية. يعني أنا مثلا من مكان وأتزوج واحدة من مكان عاداتهم غير وتقاليدهم غير وأفكارهم غير، تتوقع يا دكتورة زهرة الحياة حتستمر حلوة ولا الشكل الثاني؟ حلوة، الله يحلي أيامك يا رب. حلوة، طالما الله وفق بينهم وجمعهم مع بعضهم البعض، هم يستطيعوا إنهم يكيفوا بعضهم. وفي زي ما قلت لك عندي ترمومتر اسمه التنازلات. حلو، بالله احنا خليهم يحفظوه. اللي معاه ورقة وقلم وجالس منكم في البيت يا أولاد ويا بنات ويا أزواج ويا زوجات، طلعوا بسرعة الورقة والقلم واكتبي ترمومتر التنازلات. أيوة، ولو ما عندكم هو يتقرب لها أو هي تتقرب له، هو يعمل تنازلات وهي تعمل تنازلات، وكلما الاثنين يتقابلوا في نقطة واحدة أو متقاربين من بعضهم، حتى لو كان في، يعني ما أعتقد الآن في تفاوت علمي ولا حد، يعني الآن ما شاء الله الزوجة بضغطة زر أي معلومة هي تبغاها بتلاقيها، العلم موجود ما شاء الله تبارك الله. وفي رجال كثيرة بيحمسوا ويشجعوا زوجاتهم إنهم يكملوا دراستهم وتعليمهم وبيساعدوهم وبيوصلوهم يودوها المدرسة، يوديها الجامعة، يوديها العمل. صح، أيوة، صح، هذا بيحصل والله، مليان. ونحترمهم ونقول له جزاك الله خير. أي واحد بيكون كويس مع مرته جزاك الله خير. والتفاوت الاقتصادي، لو هي من أسرة مرتاحة وهو يعني شوية كده يعني تعبان اقتصاديا، هي طبعا تعمل تنازلات وما تبدأ يعني تحط راسها في طلبات أو حاجات نفس، أو تعيش نفس الحياة اللي هي عايشة مع أهلها، أو تعيش ما في سواق، ما في سيارة هذيك الماركة الفخمة. أيوة طبعا، وعلى قد حاله. أنت أضي بيه وقابل بيه، خلاص الله يسهل عليكم. هذا الكلام، أعيش على قد ما ربنا أداني. لا بس على قد ما ربنا، ما نقعد مرتبطة أقول أنا على قد ما ربي. أنا كمان أنا هنا بقول لشباب أشتغل وأشتغل وزود دخلك وأعمل وحث إنك أنت لازم تسعد زوجتك وتوصل إلى المستوى. ليش تقعد زي ما أنت؟ ليه؟ أيوه ليه؟ أنت لازم ترتفع وترتقي. طور نفسك. أيوة، طور نفسك دكتورة. اللي يقعد نايم يموت. أيوة، من لم يتقدم يتقادم. مهم، من لم يتقدم يتقادم في كل الحياة، في الزوجية، في الوظائف، في الهندسة، في كل شيء. إلا طور نفسك وانطلق. طيب الآن خلاص نبغى نوقف من الحموات ونوقف من الحاجات دي كله ونوقف من العلاقات الاجتماعية. الزوج وزوجته في البيت أمورهم مستقرة، حياتهم حلوة، حماته رايقة، فكرهم رايق. تأخر الحمل، بدأت الأم، ألو يا سعيد، مرتك ما حملت لين دحين ليه؟ ويبدأوا يعكننوا عليها حياتها. هل يا دكتورة زهرة لازم أول سنة تالت سنة يجي حمل؟ يا جماعة على كيفكم هو؟ يعني والله ما أدري، أنا هذا موضوع الحمل أنا أحسه إنه يعني أول شيء استعداد واتفاق بين الزوجين. استعداد واتفاق بين الزوجين. جايز والله أعلم إنهم هم متفقين إنهم يخلفوا في السنة الأولى، بس عارف إنه والسنة الثانية ممكن الوقت انتهى حق الحلقة. خلينا نقول التوافق بين الزوجين نكمله في الحلقة رقم 19 الجاية. طيب معلش أنا بقاطعك يا أعظم دكتورة في العالم. دمتم بخير، نلتقي في اللقاء القادم بخير وفي أمان الله. في أمان الله. البيت السعيد مع الأستاذ حسن شاهين والدكتورة زهرة المعبي.